السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ديدو صمدي. هالنهار ان شاء الله نتحدث على نظره شامله على الادويه اللي ممكن نعطيوها الارنب ديالنا. شحال من واحد يلاه مبتدئ او عاد يلاه كيفكر يدير يعني المشروع ديال الارانب كيخاف من هذه القضيه ديال الادويه ديال الارانب. كيصحاب لي الادويه ديال الارانب راها غاليه وراه خاصو يبقى بزاف يديرها بزاف، يعني يكرر العمليه بزاف المرات وما مفهومش شكون هو اللي غادي يوري هذه الادويه شكون. عموما يعني انا كنصح يعني الناس اللي باغيين يبداو الارانب ان الادويه ديال الارانب ما كاينش مسهل منها. هي عموما الا بغيتو يعني تعدوا على الاصابع راه كاينين جوج ديال الامراض اللي ممكن يجيونا على طول العام، وماشي جوج امراض، غير مرض واحد وواحد ممكن يتكرر، واحد المرض ممكن يتكرر على طول العام. يعني اول حاجه وهي الابره ديال التسمم الدموي. هذا التسمم الدموي هي عباره عن تحصين، يعني ماشي يعني كنشدوا الابره ديال التسمم الدموي ونبقاو نضربوها بزاف المرات يعني على طول السنه، لا كنضربوها مره واحده في العام وكنقيدوا هذاك لاداط كنقيدوها وكان يعني هذاك لاداط منين العام الجاي ان شاء الله يدور عليها العام هذيك الانثى او الذكر كنعاودوها مره اخرى. هاد الليبرا ديال التسمم الدموي راها سميتها كينيبخافاك. الا بغيتو تدونوا معايا ممكن انكم تجيبوا ورقه وستيلو وتدونوا معايا كينيبخافاك. كينيبخافاك هاد كينيبخافاك بحال هاد الذكر مثلا راه تقريبا تبارك الله راه بالغ، ممكن انكم ديروا له سنتيم واحد، سنتيم واحد ديال كينيبخافاك في الليبرا كدقوها له في الرقبه هنا فوق الرقبه، يعني في هاد المنطقه هذه كتخشيو الابره هنا مائله هكا مائله وكتضربوها. بالنسبه لهذه الحلقه غادي نعطي حتى الاثمنه. الاثمنه بالنسبه للناس اللي عندهم يعني العدد ديال 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 يعني الارانب بزاف يعني واحد قاطع ممكن انهم يعني يشريو قرعه كامله. قرعه كامله كدير 85 درهم، 85 درهم كتكفي ل 10 افراد، يعني 10 ديال 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 الارانب بالغين. يعني بالنسبه للفوقاش ممكن ان نضربوا هذه الابره، يعني فوقاش التسمم الدموي ممكن يصيب هاد الارانب ديولي في العمر ديال فوق من 3 شهور. فوق 3 شهور هذاك ممكن ان 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 الارنب يتصاب بهذاك التسمم الدموي. اما في هذا العمر هذا مثلا في شهر هذا راه عندهم تقريبا قول 45 يوم يلاه تفطموا، ممكن ان هادو بلا ما نديروها لهم، يعني باقي بعيد عليهم التسمم الدموي. التسمم الدموي كيجي الارانب فوق 3 اشهر، فوق 3 اشهر. بالنسبه لهاد الابره هادي ديال التسمم الدموي كينيبخافاك انا كنعاودها باش يعني باش تدونوها. كينيبخافاك راها مزيانه هاد كينيبخافاك. هاد الابره هادي يعني ماشي نخليو حتى يجي الامراض، يعني بحال دابا شهر 3 راه كيكون المرض ديال التسمم الدموي، خاصكم من دابا تبداو ديروا التحصينات. إذا لقيتوا المرض جا يعني وبديتوا عاد كديروا هاد الابره هذه راه ما كتخدمش، لان هي المده ديالها باش فوقاش كتخدم كدير الفعاليه ديالها بعد 15 يوم. بعد 15 يوم كيكون فات الحال، يعني الثمن ديالها راني قلت لكم اللي عنده قطع كبير يشريها ب 85 درهم. بالنسبه للناس اللي عندهم غير ارانب يعني حبه ولا جوج راه كاين يعني الفارماسيان بيطاري اللي كيبيعها بالديتاي، يعني ممكن انكم تشريو مثلا سنتيم بالنسبه لهذا الذكر هذا مثلا تشريو له سنتيم واحد. سنتيم واحد راه كافي، سنتيم واحد كيدير 9 دراهم. 9 دراهم ماشي غادي تضربوها مثلا كل شهر ولا كل باغي غتقص تصرفوا الفلوس، لا غادي تضربوها مرة واحدة في العام، عام كامل، يعني كدونوا هذيك لاداط اللي درتوها والعام الجاي إن شاء الله عاد ممكن أنكم تعاودوها له عاوتاني.
يعني كتضرب اربع فصول ب 9 دراهم. في الحقيقه الناس اللي كيتخوفوا من قضيه ديال الادويه راها بسيطه وبسيطه للغايه. كيني بخافاك عقلوا عليها كيني بخافاك. انا كنعاودها وكنعاودها ماشي كندير لها الاشهار ولكن لقيتها جد فعاله. كاين انواع اخرين من لي باري وتا هما راهم خدامين غير زايدين شويه في الثمن. كاين اللي كتلقاها 90 درهم كاين اللي كتلقاها 100 درهم ماشي بيناتهم بزاف ولكن راه كلهم عندهم مفعول واحد ديال التسمم الدموي. يعني هما تحصين ضد التسمم الدموي. ممكن انكم ديروا الى ما لقيتوش في البلاد ديالكم هذه السميه هذه ممكن ديروا سيفافاكس حتى هي مزيانه ولكن كاين بخافاك راه هي اللي معروفه في المغرب. يعني كنهضر من الناس اللي كيسكنوا في الوطن المغربي يعني كاع المغاربه راه كلهم غادي يلقاو كيني بخافاك. كيني بخافاك راه موجوده يعني هي اللي كيستعملوها كاع تقريبا في لي فارماسي ديال البيطاري. ثاني حاجه ممكن انكم تستعملوا الدواء ديال المراره. الدواء ديال المراره تي ام بي تيغي اس. تي ام بي تيغي اس هو واحد السيرو. السيرو كتشريوه ب 10 دراهم هذا معروف. كديروه للصغار بعد الفيتامين يعني منين يتفطموا كديروا لهم هذاك السيرو كتولي واخا تعطيهم الاشياء الخضراء هو ضد التسمم معوي. هذا تي ام بي اس هو ضد التسمم المعوي. اما سي كيني بخافاك هذيك ضد التسمم الدموي. اذا هذه نظره شامله يعني هذاك عفوا تي ام بي تيغي اكس هذاك كيديروه مع الماء. يعني هو سيرو كيدار مع الماء كتديروا ملعقه مع لتر ديال الماء لمده 4 ايام. هو فيه غير شويه فيه تقريبا واحد قد هكا تقريبا يعني انا باقي ما عنديش ولكن انا كنعطيكم غير الاسماء والاثمنه. الثمن ديالو 10 دراهم. 10 دراهم حتى هي صافي كني كديروها لهم صافي ماشي كتبقاو تعاودوه مره اخرى صافي. الا درتوها لهم لمده 4 ايام صافي كتولي عنده تحصين ضد المراره. يعني واخا كتعطيه شي اشياء اللي ممكن حيت كاين اللي كيخلط مثلا الربيع ولا قشور ديال الخضر ولا هادي مع المده كتبقى تنفخ لهم المراره. نتوما ديروا يعني هاد السيرو هذا تي ام بي تي غي اس هذاك السيرو 10 دراهم وصافي هانتوما مهنيين. اذا لا تخوف من 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 القضيه ديال الدوايات راهم رخاصين. شحال من واحد كيصحاب بلي راه غادي الابره صعيبه باش تضربها كيفاش شنو هي السميه ديالها ياك ما غاليه. لا هادشي انا كنعطيكم معلومات للمبتدئين. كيني بخافاك و تي ام بي تيغي اس يعني تي ام بي شرطه اس هادي سيرو هو معروف. مشيتو عند يعني الفارماسي بيطاري فيتيرينير غادي تقولوا له اعطينا السيرو ديال القناين غادي يعطيكم هذا السيرو هذا بالضبط. هذا كيدير 10 دراهم. 10 دراهم كديروا القطيع كاع يعني اللي تفطموا عندك. دابا انا عندي هادو تفطموا راني بعت منهم شي حبات بقاو لي هادو. هادو منين غادي تفطموا منين فطمتهم صافي راني درت لهم هذاك السيرو صافي دابا راهم مزيانين ان شاء الله. كيبقى شويه ديال العرف مزيان شويه ديال التهليا شويه ديال النظافه ديما الكاج يكون نقي ما يكونش موسخ ولا هادي. حضيهم الاسهالات كوكسيديا المهم انتفاخات عاوتاني كذلك الاسهالات. ممكن انكم ملي تشوفوا الاسهال ديروا مباشره الخل قطي ملعقه مع طاسه ديال الماء بحال هكا صافي راه غادي ان شاء الله غادي يوليو مزيانين. انتفاخات حتى هي بسيطه ويعني يعني دواء في البلاص ان شاء الله وهو بيكربونات الصوديوم. هو واحد الغبره كديروها كدير 6 دراهم حتى هي قد تقريبا الخنيشه ديال الملح فيها بزاف. يعني كديروا غير معلقه كديروها لهم مع وعلى فكره ان هذا الدواء راه بشري. يعني هذا انتفاخات هذا الدواء ديال بيكربونات الصوديوم راه بحال الملح يعني غبره بحال السكر كلاصي كيدير باكيه كامله. باكيه كبيره كدير 6 دراهم وباكيه صغيره كدير 4 دراهم يعني ارخص مما يكون. الخل راكم عارفين الخل راه ديال الطعام عادي هو ضد الاسهالات. نشوفوا الكرش
جارية ديال الأرانب مباشرة ديروا الخل، واحد القطيرة ديال الخل مع الماء صافي وكيوليو مزيانين. راني بهذا الشيء بالتجربة، راني كنعطيكم هاد الحوايج بالتجربة. انتفاخات ما تقوش تخافوا منهم، مرة مرة قيسوا لهم كرشهم هكا، إذا لقيتي الأرنب ما باغيش ياكل عفوا راه منفوخ، منفوخ على الكرشو صافي، ديروا لهم هاد الدواء وصافي إن شاء الله راه كيجيب الله التيسير. هنا أدوية عطيتكم شامل، يعني نظرة شاملة وبسيطة، كل شيء هاد الأدوية ممكن أنكم ديروهم بواحد 20 درهم ولا، يعني وتخليهم عندكم صافي. هي هذيك 9 دراهم ديال 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 كينيب خافاك، و 10 دراهم ديال السيرو، هذا السيرو ماشي حتى الكبار كيديروا غير الصغار، يعني بعد الفيطام، يعني هادو غيكونوا عندكم في واحد الصندوقه، يعني وحاطينهم يعني كفارماسيان صغير ديالكم، يكون فارماسي صغير يكون عندكم، يعني صيدليه صغيره يكون في واحد الصنيديقه، فيما تشوفوا شي حضروا الارانب ديالكم، فيما تشوفوا شي ارنب فيه شي حاجه شي مرض ولا هادي تكونوا موجودين. واكثر هي الخل راه متاح عندكم في اي واحد غادي يكون عنده الخل. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، شحال من واحد كي في لي كومونتير، يعني انا هذه الحلقه تلبيه للرغبات ديالكم، هما اللي شحال من واحد يعني الناس طلبوني على هذا الموضوع هذا. كنظن انني لبيت الرغبه ديالكم. كان شي حاجه مرحبا بكم في التعاليق، ممكن انا نفسر اكثر اي سؤال، انا راه الاشاره. وكنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم، شكرا جزيلا. الى اللقاء في الحلقه المقبله، شاركوا معنا الناس اللي ما جاركوش معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا والقناه تزيد لقدام، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.